انا ديت الباك من 2007، قعدت في جامعه منسوري قسنطينه لظروف صحيه هكا ما قدرتش نكمل في قسنطينه، حبيت ندير ترونسفير لجامعه ميلا. هي كي جيت قابلت مسؤول بيداغوجيه يقول لي بلي كل ما نقابله ما يخلينيش حتى نكمل المشكل تاعي، كي مجرد ما نقول له راني نحوس جايه ندير ترونسفير من قسنطينه لميلا جامعه ميلا يقول لي ما كانش. الشعبه اللي تحصلت على البكالوريا كونطابيليتي معدل 13.46، وحبيت ندير ترانسفير لشعبة علوم اقتصادية، والشروط متوفرة على المعدل اللي طالبينه ومتحصل عليه والملف كامل. في الاخر قالوا لي راهو الباك تاعك فايت عليه 5 سنين، ما نقدروش نسجلوك هنا، بحال تاعك عاودي باك جديد وروحي سجلي به هنا. ودرك كي تقفلت عليا الابواب كامل رحت لجامعة التكوين المتواصل. إقامة الجامعية 1000 سرير، فيها ناقصين فيها حوايج كما مثلا الإطعام ناقص بزاف، ما مش ممكن بلي طالب تقدر تحتم عليه ضرب بياكل برك، هم بياكل برك. خاصة المشكلة تاع الماء، قالك من عند الولاية مشكلة تاع الماء، الماء ديما ينقطع وفيها تراب بزاف، تعرضت حالات الطلاب حتى يديهم للوبيطال. من داخل الإقامة قايمين بواجبهم بكل، من خارج الإقامة الأمن ما كانش، دوريات الأمن يجي ودوريات أمن خارجي يدوروا مما ما تكفيش. قدام راه يتعرضوا طالبة وطلبات لمحاولات اعتداء بزاف خارج الإقامة. الطالب يحتاج للاتصال، يحتاج للإنترنت، مما مش متوفر، مش متوفرة خلاص في المركز الجامعي. وراهم درك يخدموا، وانا حتى الان راني مازلت في نفس المشكل هذا تاع التحويل، وقاعده شغل المستقبل تاعي نشوف فيه ضاع. المركز الجامعي عندنا مشكل ديما على الاطعام، لاشان عندنا، لاشان عندنا في النوعيه تاع الماكولات مش مليحه بزاف. عندنا بعض المشاكل شويه في الاخر مع الامن، بين الامن كاينين اللي ما يلبسش ما على باليش انا الباج نتاعو، كاين يتخلطوا لهنا بزاف عندنا، وسيرتو شغل الامن هذا يتبدل يتغير كل سمانتين ثلاثه تلقى دي زاجون جدد كاينين هكذا. عندنا مشاكل مع الاداره، ما كانش نورمال طلع الاداره تقضي حاجتك عادي، تسمى ما كانش وما قانون طبق، ما تسمى ما عندنا والو نورمال. مع الاساتذه ثاني بيان، اساتذه طري بيان، يعني شغل نورمال، نقراو في قليل في الكلاسه يفهمونا نورمال عادي. داخل الاقامه انت مقيم داخل؟ انا مقيم في الاقامه. والله داخل الاقامه كل يوم مشكل، عندنا الماء، الماء منقطع ديما، عندنا ديجا الماء فيه تراب، كي نحكيو معاهم نهضروا معاهم درنا لي كراف من قبل يقول لك الماء او من عندهم مش من عندنا احنا، امر ما يخصناش من امر يخص الوالي. وحنا ديفوان نهبطوا حتى في الليل في البيست مع الخدامه، كي يخلصوا مع 9 ولا نهبطوا معاهم نروحوا نجيبوا السعيده، نجيبوا بزاف ونشربوا فيه تراب. ديجا كاينين حنا، كاين انا صاحبي كي شرب من الماء ذاك طلعناه السبيطار في العام اللي فات، طلعناه للسبيطار ولقينا عنده كلاوي، سمو ديجا كان مريض وبالك وزاد مرض، زاد كثر وكثر. هي بالنسبة للإطعام شوي شوي، عندنا في الغداء بيان، سما طري بيان، شغل بيان ما كان حتى حاجة تخص. في العشاء عندنا ديما مشاكل، شغل حنا ثاني ميكس والغاشي بزاف، البنات أكثر من الذراري بثلاث أضعاف. كاين مطعم واحد آخر، شي وضع عندنا كاين نص البنات يتعشاو معنا والنص الآخر يتعشى عندهم مطعم. عدام زكي، جامعي في السنة الثانية مالية جامعة ميلا، نسكن في ميلا، في ميلا صناوة العليا، نجي في لي بيس تاع صناوة بنزين، نجي في بيس تاع الجامعة، هو الظروف لاباس بها.